ان شاء الله تكون بخير. كيف الدنيا معاكي؟ والله بخير الحمد لله يا حياتي يا قلبي. طمنيني عنك، كيف الدنيا معاكي؟ ان شاء الله بخير. الله يبارك فيهم وربي يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله. امين امين، الله يسعدك يا رب. حياتي اصلا من يوم ما نشأت هي في اليمن، فلما مصر خلصنا الثانويه حصل مع اخي حادثه في اليمن، وبرضه الظروف اللي كانت في اليمن، فقررنا ان احنا نسافر مصر على اساس ان اعالج اخي، ونفس الشيء انني احاول اشوف لو الاقي منحه او فرصه انني انا اشتغل، او انني يعني اشتغل او اتعلم. يعني الحياة في اليمن كنا يعني في أزمة، فعلا أزمة كبيرة، أزمة اقتصادية. يعني أبسط الخدمات اللي ممكن إحنا نحتاجها مش موجودة، يعني أبسط الأشياء اللي ممكن، الكهرباء، الماء، الغاز، البترول، الأشياء البسيطة مش متوفرة في يعني مش متوفرة في اليمن. انا للامانه انا جبتها كرسمه او خطه اطبق عليها او اوصل لهدفي باسرع وقت ممكن. يعني بنحاول نحن نوعي برامج توعية للاجئين والمهاجرين في مصر، بنحاول نحن بنعمل كورسات ودورات، والآن في بعد قليل حتكون في كورس عن أو تدريب عن التخطيط الاستراتيجي الشخصي والمؤسسي، بحيث أنهم كيف يوضعوا أهداف، كيف يتعاملوا، كيف أنهم يحللوا البيئة، يعيشوا بالظروف بالقيم الموجودة، أو بشكل عام يعيشوا بالنقاط القوة والضعف الموجودة اللي لديهم، وكيف انهم يستغلوا الفرص والتهديدات اللي بتواجه المجتمع موجود هنا. 10 سنوات توقعاتك من الدورة، من خلال ما شفت الإعلان، أنت إيش توقعاتك؟ حطوا لي مشروع معين في العمل. جميل. اللاجئين أنا من وجهة نظري بشوف بيعانوا نفسياً، إرهاق، تعب، مهما كان توفر لهم أشياء بسيطة، أو نقول مهما كان أنهم انتقلوا من دائرة الخوف إلى دائرة الأمان، ولكن ما زال الأثر النفسي، محطمين، متعبين، اكتئاب. مستوى معين. أنا الآن في الرؤية اللي أريد أن أوصل لها، كل شخص فيكم لديه رؤية مختلفة.